هلا أثار استخدام نظام البطاقة الذكية لجباية الأموال من سائقي المركبات في مرآب الكرخ ببغداد أثار استحسان السائقين ممن أبدوا ارتياحهم لإدخال التكنولوجيا الحديثة في استحصال الأموال من قبل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، لكون النظام هذا قد أسهم في الحد من العديد من السلبيات التي كانت تصاحب عملية استحصال الأموال يدويا، إلا أنهم لم يخفوا معاناتهم من أمور أخرى تتعلق بالوقود. هاي البطاقة مستفادين معدها، حتى السواق مستفادين معدها، لأن يعني خدمة المجتمع عامة بصورة للسواق ما بيها فد مضايقات معينة. يعني والله احنا وضعنا السواق تعبان من ناحية البنزين، أمورنا تعبانة، البنزين كلفته كلش غال، يعني روح ارجع وللسماوي 75 ألف 80 ألف بنزين، زين إذا هي كروتي 120 شو صفال المعدة. هسه البطاقة الذكية أحسن من قبل، عندنا هواي شغلات، عندنا الفساد الإداري وهواي شغلات نعبيها وبراحتنا نطلع تفتح الباب. وهاي والله البطاقة كل زينة جيدة جدا، إن شاء الله ما اختلف شيء، بس هو يعني تقريبا جبايتنا نظامية وحلوة، شغلة مرتبة حلوة أحسن من غيره. وبالاستغناء عن استخدام الوصولات التي كانت تخضع للرقابة والتدقيق بعملية شاقة وطويلة، وبتوفير قاعدة معلومات دقيقة عن حجوم النقل بمختلف النشاطات، فإن استخدام هذا النظام وفر جملة من الأمور على السائقين، ما يدعو إلى أهمية تطبيقه على جميع مرائب بغداد ليسهم في تقليص الوقت والجهد على جميع السائقين. هذا النظام وفر لنا قاعدة معلومات بيانية مهمة جداً عن عدد المركبات المنطلقة كل يوم وحجم النقل، بالإضافة إلى أوقات خروج المركبات، أوقات الذروة في اليوم الواحد، أوقات الذروة الأسبوعية. وعلى الرغم من استحداث هذا النظام، الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تؤكد أن العديد من مرائب بغداد لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدعم الحكومي لها، وأنها بصدد القيام بعدد من المشاريع المتعلقة بالوصول إلى قطاع النقل الخاص في بغداد إلى مستويات أفضل. نحن ورثنا 244 ساحة وجراج ومرآب، ولا يخفى عليكم أنه هذه أغلبها يعني تفتقر إلى الخدمات الرئيسية الأساسية، وصممت ونفذت بطرق بائسة وقديمة، والآن احنا بصدد النهوض بهذه البنى التحتية، واخذنا على عاتقنا إعادة تصاميم المرائب الموحدة وتحويلها الى محطات نقل مسافرين متكاملة كتيرمينال أسوة بما موجود في دول الجوار وفي دول العالم المتقدم. استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل الحكومي واعتماد خطط آنية ومستقبلية للنهوض بهذا القطاع تعتمد على توفير الحكومة للإمكانات المادية والفنية التي من شأنها الوصول بهذا القطاع إلى مراحل متقدمة. هدى عزيز، قناة الفيحاء، بغداد.